السلام عليكم. السلام عليكم اخواني اهالي حي سومر وال112. احنا اول مره نجي نفتش هاي المنطقه. حقيقه احنا كان مودنا نزوركم زياره نسلم عليكم، ولكن كل الزين تعرفون انه لا زال بيناتنا من هؤلاء الانجاس. مع الاسف الشديد لا زلنا نخاف وما نعلم وما ندلي ونسكت. انا اسال سؤال وخلي يجاوبني اي واحد بيكم، شنو اللي شفتوه من الدواعش خلال فترة سنتين ونصف؟ شنو اللي شفتوه؟ بس ضيم وضلايم. أسألكم سؤال، ما كان يجيبون أرزاق الربعهم وأنتم ميتين من الجوع؟ ما كان يجيبون نفط بالشتاء ينطون الربعهم وأنتم ميتين من البرد؟ الدواعش انتهوا، وكل من يفكر أو يسمع أنه يرجعون أو غيرها والله هذا حلم، حلم للكل. داعش انهزم، واليوم إخوانكم بالساحل الأيمن يسطرون أروع معاني البطولة، وداعش باقي له أيام معدودة وينتهي من نينوى كلها وما يرجع. بس نريد التعاون، نريد التعاون. اللي تعرفوه كان وياهم ماكو خطية، خطية انتو. الخطية الناس اللي تأذت، اللي استشهدت، اللي انسجنت، اللي انجلد قدام مرتو. داعش اذا هم زلم وطالعين من ظهور ابهاتهم خلي ينزلون هاي الساحة. وشفتوا رجعت الحياة الطبيعية، الإنسان له قيمته، الإنسان عنده حرية تصرف، البلد وإحنا بالذات اليوم إحنا بال 2017 شنو خلافة، شنو دولة، شنو ما أريد أتكلم وأتفوه بكلمات ما تساعد بالموقف. كل شيء ممنوع وكل شيء ما يصير وكل شيء كذا، هذا الكبت على الناس. الإنسان حر بتصرفه، اللي صلى ذاك الجامع واللي يريد غير شيء يروح ما لنا علاقة به. كل إنسان يتصرف بضميره وبأخلاقه. وأكو نقطة أخرى مهمة جدا، اليوم أكو ناس استغلت الظرف اللي صار، ظهر عندنا بعض العصابات وبعض الناس من ذوي النفوس الضعيفة يريدون يخلون بالوضع الأمني بواسطة السرقات والسطو. احنا لحد الآن ماسكين سبع عصابات وقسم عرضناهم على التلفزيون، وباشر أيضا اكو وحدة راح تعرض على التلفزيون جريمة قتل. هذا أيضا نريد تعاونكم. تليفوناتنا موجودة، 104 مال نجدة موجود، والأرقام الساخنة موجودة. بأي لحظة تخابرون إذا مو خلال أقل من 10 دقائق إحنا يمكم، قولوا ماكو شرطة بالموصل. زين، فانتبهوا لهي الأمور وطلعوا السيئين وطلعوا هذول الأنذال. إجا ناس صار براسنا أمير وصار مدري شنو، بخير خلي يروح يحرر بلده من السقوط، مو يجي على العراق. العراق مالنا مو مال أحد، الموصل مال أهل الموصل، مو مال الطاجيكي ومال الأفغاني ومال غيره. إخوان تعاون معانا حتى ننهي كل هذا الشيء. إحنا ما عدنا شيء وياكم، بالعكس أنتوا أهلنا وقرابتنا وإحنا ولدكم. مين إحنا؟ إحنا من الموصل. بارك الله بيكم. وحتى اللي جانا شوفوا، شوفوا الناس اللي جتنا من البصرة ومن النجف ومن كربلة ومن الحلة ومن الديوانية وقاتلوا ودمهم سالب مدينة الموصل، هذولا احنا لازم
نبقى نذكر هذا الدين الى اجيال اجيالنا، لانه جو حرروا المدينه من هذه من هذول الطغمه الفاسده. فتعاونوا ويانا وتعاونوا وياكم، واحنا ابناكم ولدكم اخوتكم، ما نريد بعد تعود هاي الامور. انتم استفادوا يا اخي، عصابه اسدت تقوم بالسرقه، يعني واحده من الحالات مزعطه يجون يوقفون زلم يديروهم على الحائط مسكناهم، بس مو هذا الحل. الحل انتم حلوه، عدا الجيش والشرطه ما مسموح لاي بشر يقتحم منطقه، واي قوه تجيكم تتصلون بنا على الفور راح نتخذ اجراء. بس الجيش فرقه 16 وشرطه نينوى، غيرهم ما مسموح نهائي. فاحنا وياكم وانتم ويانا ان شاء الله، واحنا ان شاء الله ما نقصر. وهذا التجمع احنا فقط لكي نخرج الناس اللي انتم ما تعرفوهم قد يجوز، ولكن ان شاء الله هذا الامر ينتهي نجي نسلم عليكم. واللي عنده غيره يقر، واللي ما عنده غيره وشافوا عيب عليه وعلى شرفه. انا من الايمن راح بيتي وسيارتي وتريلتي شعلوهم قدامي، عيب عيب على رجل ابو جشوار بيشوف كل داعش وما يبلغ عليه. ثلاث سنوات احنا هذا اللي نريده. لا سيدي نحن اذا ما نتعاون احنا قبل كنا صح خاف. انت تطلع بس تطلع نكهه المرتدين. تسجني انت، انا ابقى ممنونه تيجي تاخذني، تسجني شهر شهرين ثلاث اشهر تطلعني، بس اذا اجي ابلغ عليك بس تمشي انت من امي يوقعون بيتي يقتلون اخوي يشعلون قلبي. هسه هذا الشيء راح، نخاف عليه راح، عيب. ونحن اعطيناكم كلمه، بس اللي نريده منكم انتم سيد العزيز الاحترام مقابله، احترموا تكسبون هاي الناس كلها. وانا يمكن اصغر واحد بيكم، انا مواليد 75. الجيش اذا يريد يكسب اهله ومعاملته الحسنه، واحنا عيوننا لكم، لان انتم واقفين بخدمتنا. بارك الله فيك. وبيكم اكثر شيء، وجازيكم بخير، وان شاء الله من نرجعكم من على اهله وعلى بيوتنا من الايمن من حيدر. ان شاء الله. والله يبارك فيكم. غير هاي الكلمه ما اقدر اقولها. الله يسلمك. والله قلبنا مشعول سيد العزيز.